إحنا شعب بيحب يفرح ولاده حتى لو هيجي على لقمته، ففانوس رمضان ده من تقاليد كل بيت، وأنا في بيتي بقالي سنين رجعت تاني أجيب الفانوس ده الأصلي. سيبك بقى من الفوانيس اللي هي التقاليع دي، ولا بتفرحني ولا بتفرح ولادي. حلو. فأنا النهاردة عشان أفرح ولادي على دخلة رمضان هاجي أجيب لهم فانوس نعلقه في البلكونة. ممكن ما أجيبش فانوسين، أجيب واحد وأجيب الوسط بس. عمري ما هبطل اجيب. لا مش بقى، ما هو زي ما كنت هجيب كنافه وزي ما هجيب قطايف، ما انا هجيب فانوس. انت ابتديت تبيع الفانوس الكبير كام بكام والنهارده بكام؟ ما هو مش كل الفانوس، الفانوس الكبير بيتقسم لحوالي 20 فانوس، مش فانوس واحد. بمعنى ان الفانوس الكبير بيبدا من 70 جنيه لحد 1000 جنيه، مش فانوس واحد. ما انا فاهم. انت بص حضرتك ده، وبص ده، وفي اكبر بره واصغر. لا انا السنه فاتت بابايا جاب لي فانوس طولي بالظبط، يعني انا طولي 170 والاصغر بقى. بس هو يكلف كام ابو 1000 جنيه؟ كام بقى؟ يكلف فوق 800 جنيه. انا عشان اقعد طول النهار اعمل فانوس واحد. طيب فانوس يبقى هاخد كام؟ طيب ما هو بقى السؤال، طبعا الارزاق دي ربنا اللي مقسمها، بس السؤال هل طبيعه عملك الموسمي وان التجار بتجيلك في المواسم وبيتع، هل مخلياك ان انت قادر توفي التزامات بيتك الشهريه او اليوميه؟ من فضل ربنا قادر الحمد لله اوفي التزامات، لان لو مش قادر اوفي التزامات بيتي كان زماني قفلت. ارجع اقول لحضرتك ان بركه الشهر الكريم وربنا عمره ما كسف المصريين، عشان احنا شعب طيب وغلبان وبنفرح باقل حاجه. اكيد.